لنتعرف أكثر مشاهدينا على تفاصيل الفعاليات الثقافية والفنية اللي تضمنها المهرجان وكيف حيكون يوم الختام. معنا عبر الهاتف المهندس طارق كريشاتي، مدير سياحة ريف دمشق. يسعد صباحك أستاذ طارق. يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين، صباح سوري مميز من بلودان إن شاء الله. يسعد صباحك عن جديد أستاذ طارق، وصباح الخير لأكيد لكل أهلنا ببلودان. وبالبداية عرفنا أكثر على مضمون المهرجان، أبرز الفعاليات الثقافية والاجتماعية اللي تتضمنها. الحقيقة المهرجان بلودان، مهرجان بلودان السياحي هو رسالة لجميع الدول، اللي فضلت الإرهاب لسوريا، رسالة بتقول لهم إنه سوريا انتصرت، ورسالة لجميع الدول يلي ساندت سوريا بطرد الإرهاب، للدعوة لزيارة هذا المصيف المهم والمعلم يلي مثل ما ذكر بالتقرير هذا المعلم السياحي المهم، ولزيارته والتمتع بطبيعته الخلابة. ونحن طبعا مهرجان بلودان أقمنا بهدف إعادة الحياة لمنطقة بلودان والريف الغربي، بعد ما الحمد لله الجيش العربي السوري والقوات المساندة له أمنتها بشكل كامل، وبشكل يعني نحن يوميا عم ننزل ونطلع على الطريق الساعة 12 وواحدة وتنتين بالليل. نعم، يعني أستاذ طارق. تفضلي. أستاذ طارق، أكيد يعني نحن تابعنا خلال الأيام الماضية من خلال تغطية الإخبارية السورية مجمل الفعاليات اللي أقيمت ببلودان، خلينا نحكي ولو سريعا عن تفاصيل التعاون بينكم وبين وزارة السياحة ومحافظة ريف دمشق لإنجاح هذا المهرجان. هو المهرجان أقيم بالتعاون بين وزارة السياحة ومحافظة ريف دمشق، وتضمن العديد من الفعاليات الفنية. طبعا الحفلة الفنية كان عم يحضرها على المدرج أكثر من 10,000 شخص، وهذا المنظر نحن يعني من زمان كثير ما تمتعنا فيه، فكثير كان المنظر الحمد لله جميل. وبندعو الجميع كمان اليوم بحفل الختام ليحضروا الحفل وليتمتعوا بهذا المنظر. وكان في فعاليات، طبعا مهرجانا فعاليات اقتصادية، كان في مهرجان تسوق، وكان في فعاليات ثقافية من معرض كتاب ومعرض رسوم ضوئية وصور ومعرض حرف يدوية ومعرض زهور والعديد أيضا من المعارض والفعاليات. البارح كمان كان في رالي للسيارات، رالي دريفت، وشهد حضور كثير مميز، وشهد يعني ولفت انتباه ونظر كثير مهم ببلودان. نعم، يعني أستاذ طارق كريشاتي مدير سياحة ريف دمشق، نشكرك جزيل الشكر على هاي المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ونتمنى دائما تكون مو بس بلودان، يعني كل شبر من أرض سوريا كلياته خير وحياة ثقافة وغيره. شكرا كثير لوجودك معنا. إن شاء الله. شكرا لك.